بقي لنا حوالي 10 دقائق معك، حابة أسألك ليه لبنان بينجح بالخارج وكمجموعة بلبنان عم نفشل إنه نبني بلد بليق بطموحاتنا؟ لأنه بعتقد لبناني بالخارج ما عنده أي تفكير عن السياسة، عنده تفكير بس عن المهرة والشغل. بلبنان بعتقد اللبناني 70% من وقته مشغول بالسياسة. بلبنان هيدي مشكلته؟ أنا بعتقد هيدا اللي عم بصير من اختلاطي مع الشعب خلال مشوارين لهون، وعم بحكي مع الشعب كتير. تقريبا 70% من كل اللي بيحكوا عليه سياسي، يعني بتحكي مع الياباني، يمكن خلال 10 سنين عم بروح على اليابان بحكي مع الشعب الياباني، خلال 10 سنين ولا مرة أي حالة حكي عن سياسي. بس اليوم أنت عم تحكي كمان بالسياسة مع السياسيين، صرت الرئيس سعد الحريري، شو كان انطباعك؟ إنسان كتير كتير كويس، وبحب يعمل إشياء منيحة للبنان، وفكرته للبنان فكرته كتير حلوة للبنان، إنه يساعد لبنان ويساعد الشباب بلبنان، وحتى يخلي لبنان يكون بلد سلام وبلد بلد كويس للشغل فيه لحتى الدول تيجي تعمل استثمار بلبنان. فيعني الايديا تاعيته فكرته كتير كتير عجبتني، وانسان مثقف وعايش ببلاد برا وفهمان الوضع. بس ما بعرف اذا بيقدر لحاله يعمل هيك، لازم يكون ليه حاسه لحاله؟ عم بقول بلا الشعب، يعني الشعب لازم الشعب كمان يكون نتيجه من الاشغال هيدي كلها. اي رئيس او اي رئيس دوله صعب لحاله يعمل كل شيء، لانه الرئيس ما في يعمل البلد، الشعب اللي بتعمل البلد. الرئيس بدير الامور، بحاول يفتح لهم عيونهم، بحاول يجيب دول لتعمل اقتصاد بالبلد، دول من برا تعمل اقتصاد بالبلد. يعني حتى بس عندك بلبنان مثلا حتى الاعلام هو جزء من منظومه الحكم، الطبقه السياسيه الموجوده هي اللي بتخاطب الناس، هي اللي بتقول لها خوفك اليوم من هيدا الطرف ومشكلتنا اليوم بهيدا الموضوع، هن اللي بيقرروا شو الاجنده اللي الشعب بده يوعى الصبح ويعتل همه ويخاف. يا عمي طب ليش بده يخوفوا؟ يعني لازم الواحد يشجع الشغل مش الخوف. حتى ترامب اجى بسياسه الخوف، راحت الناس عم تنتخب اليوم اكثر شيء رد فعل على خوف، على بدها تغيير، على مش على خوف. ترامب اجى بطريقه انه عم بقول للشعب الامريكاني يعني make America great again. I mean it's make America white again. عظيمة من جديد. Make America white again. هذا السلوغن يعني. والشغلة اللي ربحته أكثر شيء إنه استثمار. عم بقول الشغل الأمريكاني عم بيطلع لبرا، ليش ما بنخلي الدول هي اللي عم تاخذنا الشغلة تجي أمريكا وتحط شغلة هون؟ فيعني عم نحكي جوبز. عم نحكي اقتصاد. شغل اقتصاد. بس العالم بدها شغل. لفتك انه بيقدر اي مرشح خليني اقول يسب مجموعه من الناس، تنحكي بالعرب الدارج، يشتم مجموعه عرب او مسلمين ويضل يجيب بالانتخابات ارقام كثير عاليه؟ لانه عم تحكي ب كانه irrelevant رغم انه موجودين. ما في لأنه ما في عرب ومسلمين كثير بامريكا. الشعب الامريكاني ما بيمثل الدول العربيه، بيمثل دولته هو، الدوله الامريكانيه. عندك كمان عبيد كتير بامريكا، وعندك لاتينو كتير بامريكا، سود، وعندك لاتينوز. بس الابيض الامريكاني بيمثل 70% من الدوله. طب تنرجع للبيض اللبنانيين، لانه نحن خليني اقول لك كلنا تقريبا مثل بعض، عندنا المساله فقط المذهبيه بس، باقي ما في مشاكل وتعقيدات قد اي دوله ثانيه عندها، مثل ما انت عم بتعد هجره، وعندها خليني اقول مهاجر ضد اصلي، وعندك اسود ضد ابيض، وعندك من كل شيء. بلبنان عندك تقريبا ناس متطابقين قد ما بيشبهوا بعض وقد ما مثل بعض، خلقين لهم كل واحد خصوصية، باسم الخصوصية بينحكموا. بدي ارجع كمان لزياراتك، زرت الرئيس نبيه بري، شو انطباعك وليه زرته؟ شو بدك منه؟ نبيه بري يعني انسان كتير ذكي، وصاروا بالسياسة مدة كبيرة،
وشاف لبنان ايام الحرب وشاف لبنان بايام السلام. لا كان مشارك بالحرب يعني، كان صوره من صور الحرب خلينا نقول. يعني تقريبا ثلاث ارباع الوزراء كانوا بالحرب. ثلاث ارباع الموجودين بالسياسه اليوم. مزبوط مزبوط. بس انه تعتقد مشكله انه امر الحرب حطيناهم بالسياسه؟ انا بالنسبه لي لحتى الواحد يفهم وضع البلد لازم يحكي مع رؤساء البلد. حتى يفهم تو اندرستاند ذا ديتيلز، وما لازم يحكي مع بس واحد، لازم يحكي معهم كلهم لشوف اذا كلهم عندهم نفس الفكره. هذا السبب اللي اخذتك عند الجميع. طيب رئيس الجمهوريه ميشيل عون شو قال لك؟ شو قلت له؟ انسان بحب السلام وبده السلام للبلد وبده يشوف الاقتصاد البلد يكون ماشي احسن. طيب عندنا طبقه سياسيه رائعه عندي، شو بدنا احلى من هيك؟ يعني ثلاث رؤساء روعه اخذوا كلهم علامات كثير منيحه. لأنا استنتجته من زياراتك، من زياراتي، انه بعتقد القرارات اكثريتها عم تجي من برا مش من لبنان. بس مين عم بينفذها هون؟ يعني عم بتقول موجودين هن بروكسيز؟ مش بروكسي، يعني بلد لبنان بلد كثير تعبان ايكونوميكلي وهن اندر ذا ميرسي، تحت رحمه دول الكبيره. بس ما عم بتساعدنا بالاقتصاد هذه الدول، بالعكس. خلينا اذا بنطلع بالسياسه شو عم بيصير، نحن عم نعمل نفوذ ومصالح. مزبوط. انا كشركه بنات، يعني بنات شركه عندي فوق ال 155 مليون مستخدم، يعني عندي اكثر من لبنان والخليج كله عندي سكان على الفيرتشوال والله تبعيتي، وكلهم بحبوا يشتغلوا معي. فكيف بلد فيها 5 مليون ما عم بيتفقوا وانا عندي 155 مليون وكلهم متفقين بالسيرفيس تبعيتي؟ هول عم تعطيهم خدمه، يعني ما فينا كمان نقارن هيدي يا بس اليوم خليني بس الخدمه عم تزيد. بدك ترشح على الانتخابات النيابيه؟ نو نو نو، ما مفكر ترشح على الانتخابات. طيب منين بدك تغير؟ بس قل لي هلا. بتجي بتطلع عندي، بتطلع ببرنامج تاني، كلنا بنحب ناخذك، قصه حلوه فيها كثير انسبريشن. الشعب اليوث الشباب، كيف بدك تجرهم على الانتخابات اذا انت مثلا منك مرشح، منك هيدي الصوره؟ مين بينزل يعني ضد الطبقه الموجوده؟ طيب يعني ترامب بحياته ما كان بالسياسه، فكر بالموضوع ده، ما حب بحياته ما كان بالسياسه. فيك تكون انت ترامب بلبنان وصار رئيس امريكا. طيب فيك تكون ترامب يعني بلبنان؟ عم تفهم علي؟ لانه الفلسفه تاعيته عجبتها للشعب، عجبتها للشعب. انا ما عندي اي، يعني انا ما بفكر انه اكون انفولف بالبوليتكس بلبنان، ما اخر همي هيدي. الشغله الوحيده اللي بفكر فيها انه كيف بدي ساعد شعبي، كيف بدي ساعد الشعب اللبناني، كيف بدي ساعد الشباب والبنات اللبنانيه اللي عم بحاولوا يفتحوا اشغال لهم، اللي عم بحاولوا يامنوا مستقبلهم. كيف فيك تساعدهم اليوم اللي عم بيسمعوك؟ منتور، شو بتقول؟ منتورينج ذم، يبحثوا عنك، يشوفوا انت شو عملت، ياخذوك كمثال لحياتهم. ما عم بفهم يعني بالتحديد. مش بس هيك، انا عم بحاول، مع عشان هيك اجيت هلا المشوار هيدا، عم بحاول حتى افهم اكثر كيف في اشتغل معهم، لانه المشوار اللي اجيته قبل عملت الحلقه مع مارسيل واجاني الوف المسجز من لبنان، الوف وما قدرت، يعني I can read all of them. انا يمكن قريت شيء فوق ال 600 واحد منهم، اعرف maybe 7000 من 7000. بس كلياتهم عندهم نفس الكويشن. هلا في اوف كورس في من عمول فيك تساعدنا بالمصاري، في كيك it comes، بس اكثريتهم انه can you be our mentor، فيك تساعدنا تعطينا ايديا، احنا ما بدنا منك شيء، بس ساعدنا قلنا شو في opportunity فينا نشتغل فيها اليوم. شو في مجالات للربح السريع؟ انترنت، anything online. يا شغله كثير هينه. ايه كثير هينه، بس كمان في، خلينا نقول، كومبيتيشن كثير عالية، في منافسه عاليه جدا. الهند مليان، ما فيك تفكر هيك ابدا ابدا ابدا، لانه اذا فكرت هيك اوريدي لاست ذا باتل، خسرتي. يعني متكلم واحد نازل على السبق عم بقول يا عمي طب هدول ليك اجريهم ما اكبرهم وهيك وحيكونوا اسرع مني، يو نو وات، اكويت خلص، ما عادش بدي اركض،
ما في الواحد يفكر هيك، لازم واحد يركض ويركض اسرع ما في حتى يربح، حتى يربح الجولد ميدل. نفس الشيء بالبزنس، يعني اذا 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 اذا, إذا عندك شيره في اربع خمس محلات وبتفتح محل تيب، يعني في تب محلات اوريدي خلص اقعد بالبيت انا وانتحل. يو نو وات، لمي باي جان جست كل ماي سيلف. عندك رساله اخيره بتحب تختم فيها الحلقه؟ يعني الرساله الوحيده اللي فيي اقولها انا انه للشباب انه امنوا بحالكم. اول شيء كنت سيت ان انجلش ويل بي ا لوت بيتر، بس حاول بليز دو خذ راحتك ان سيت ان انجلش. يعني او 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 سي بليف ان يور سيلف، يو نو، بيكوز اتس فيري امبورتنت تو بليف ان يور سيلف. اند ان افري تانل، ان افري دارك تانل، ذيرز ا لايت ات ذا اند اوف ذا تانل. Don't be scared, because I've been there myself. I walked in the dark tunnels, and you know, life it gets very, very hard on you for you to give up. But don't give up. The harder it gets, the more you have to fight, and the more you fight, it's gonna even get tougher on you to make you get weak and make you quit and make you give up. But don't ever do that, because that's a test from life. It's testing you to see if you really gonna quit, if you really deserve to be successful. But if you fight your way till the end, believe me, it's the trophy. You will achieve all your goals. I've done it, and many other successful people have done it, and I know them. We all been through the same road. عم بتقول انه لازم يناضلوا، يستمروا بالنضال ويضلوا يؤمنوا بنفسهم وما يتخلوا عن حلمهم، وباخر النفق دائما في ضوء. فلكل الاشخاص اليوم اللي حاسين انه هن بنفق مظلم، نبشوا على الضوء، مشوا باتجاهه. وان شاء الله قصة اندي اللي بعتقد انها قصة كتير حلوة، قصة نجاح لبناني كتير كبير لشخص ما قدر يكفى حتى مدرسة، وشوفوا وين وصل. هيدا بيأكد انه الاحلام احيانا بتتحقق. فان شاء الله احلام سعيدة الليلة، وان شاء الله سنة تكون سعيدة لكل المشاهدين. شكرا لك مرة جديدة اندي خواجة. شكرا لك كمان. ان شاء الله بنشوفك بلبنان اكتر واكتر. يول. بتكتشفهم اكتر لهالاشخاص اللي عم بتشوفهم. بتتواطأ مع الناس والشعب لنقدر نعمل بلد أفضل، لنقدر نعمل تغيير لازم. حقيقي لازم. عنا أمل كبير فيك، إن شاء الله ما تكون مثل غيرك من الأسرياء اللي بيجوا على لبنان يتصوروا ويفلوا. ما كنت رجعت. بتمنى أملي فيك. شوف شو بدك تعمل لاحقا، كيف حتساعد اللبنانيين، تساعد العايزين، وتساعد أكثر شيء اللي حابين انهم يعملوا حياة أفضل عبر الشغل، عبر العمل. ما عم نحكي على الكسالة، عم نحكي عن الأشخاص اللي بيحاولوا يغيروا حياتهم. شكرا لك أندي خواجة مرة جديدة. مشاهدين، أنا الأسبوع المقبل بشوفكم بحلقة سياسية. إلى اللقاء.